يقول السائل: بنت خالتي أريد الزواج منها مع أن أختها رضعت من أمي، هل يجوز لي الزواج ببنت خالي التي لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها ولكن أختها التي رضعت من أمي؟ أقول: يجوز الزواج ما دامت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، بارك الله فيك، يجوز الزواج.